المشاكل اللي كتعارضنا هي قله الامكانيات والماتيريال ما كيكونش عندنا بزاف. وكل ما كانوش هاد الناس اللي فتحوا لنا ابواب هاد الكلوب هذا باش نترينيو فيه راه ما كناش غادي نترينيو، وحقاش هما الوحيدين اللي استقبلونا بمساعده ديال الجامعه الملكيه لذوي الاحتياجات الخاصه والرئيسه كنزه والسيد رئيس الجامعه العوني وكذلك مسيو المريني، يعني هما اللي قاموا باش يساعدونا باش ندخلوا لهاد الكلوب هذا بالمساعده ديال هاد الناس. وكما كتشوفوا حنا دابا بدينا الاستعدادات ديالنا، كما عندنا شي اشخاص هنا في المنتخب الوطني اللي باغين يزيدوا القدام وباش يتاهلوا لطوكيو الالعاب ديال طوكيو، ولكن يعني قله الامكانيات هي اللي والظروف اللي خلاتهم ما يحاولوا انهم يمشوا المسيره ديالهم بمساعده الجامعه، لان هي دابا اللي وفرت لهم لي ستاج وكذلك موفره لهم الفلوس باش يتنقلوا من مكان لمكان. ويلا جاوا هادي دابا واحد التورنوا ديال تركيا، يعني كون ما كانش الجامعه انها ساعدتهم كان ما كنظنش هاد الدراري غادي يوصلوا لهذا المستوى اللي فيهم هما. كذلك انا كنتمنى من الله عز وجل انني انا نبدا المسيره ديالي دابا، انا حاليا يلا بديت لونطريمون ديالو، يلا هذه الحصه الثانيه ليا، كنتمنى انا نترجع داكشي اللي فاتني ونكون معاهم ان شاء الله تانا، لانني انا كنتمنى نكون مع المنتخب الوطني ورفع رايه بلادي. الرساله اللي يمكن لي نتوجه انه يوليو يشوفونا بنظره اخرى باننا حنا راه ابطال، كاينين اللي دايرين شي ريزلت احسن من اللي فاليد، وكنلقاو بان لي فاليد عندهم الامكانيات وكنلقاو بانهم كيساعدوهم لا بليبار كيساعدوهم، وهاد لي فاليد انهم دايرين واحد المجهود كثير وهما اللي يستحقوا انهم يكونوا ابطال ويستحقوا انهم يساعدوهم، لدرجه انهم يعني دوك الغوزيلطا اللي دايرين هما راه ما دايرينش لي فاليد، وعلاش ما كيلقاوش ديك الحراره باش يمكن يزيدوا القدام؟ راه يمكن هذيك المساعده المعنويه تقدر تساعدني اكثر من الماديه، غير يكون يعني وسائل الاعلام الناس المسؤولين يلتفتوا لينا شويه ولهاد الدراري هادو راهم محتاجين في امس الحاجه المساعده ديالهم. بالنسبه لشغل الدار كنديرو في الصباح ولا كنديرو بالليل، الا كنا غنجيو للتيران هنا هكايا الفطور خاصني نوض مع ديك 8 ديال الصباح، يلا نوجد الفطور للزوج ديالي نقدر نجيب معايا الغداء، لا ما جبتوش كنديروا شي حاجه اونبورتي. بالنسبه للوالد انت كيف تشوف راك كنجيبو معايا؟